ماشي فقط بغي نرمي الورد لأنه اليوم حنا حاضرين معكم كنساء، ولكن بصدق حينما نشتغل داخل اللجنة، حينما نأتي إلى الجلسة العامة، في هذا الجو ديال الاحترام وديال التقدير وديال الاعتراف بالآخر، وأنا كنشوف ضيفات عزيزات جايات من أحزاب سياسية واحدة أخرى وحاضرين معنا لكي يتشاطروا معنا هذه الفكرة، تنقول بأنه علينا احنا كطبقة سياسية اليوم في المغرب أن ننتبه للفعل السياسي النسائي ونأخذ منه الدروس والعبر، لأن الفعل السياسي الكلاسيكي والتقليدي اسمحوا لي نقول لكم بأنه اليوم أصبح مطبوعا بمنسوب مرتفع جدا من العنف اللفظي. حينما كنستمع لتجربة سياسية في حزب سياسي عاد خرج من الحكومة غير بعيد، يملأ الدنيا ضجيجا وتلويتا ومصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي الطبيعي والعادي والنبيل. واش الله سبحانه وتعالى ما قالش وجادلهم بالتي هي احسن ادعوا الى سبيل ربك؟ هناك خلط، هناك مشكل، هناك خلل عميق في الايديولوجيات التي ربما البعض كيظن بانه يدافع عنها. حينما ندافع عن ايديولوجيه معينه تندفع عليها قولا وفعلا وتطبيقا وممارسه، ولكن ماشي فقط ندافع عليها بناء على التموقعات اللي فين انا، واش انا في موقع ممارسه السلطه او لا في موقع اخر. اليوم صناديق الاقتراع اعطت المخرجات ديالها والنتائج ديالها، الطبيعي جدا هو مناقشه السياسات العموميه، تقييمها، انتقادها، تقديم البدائل والحلول، ماشي من قبيل انا حلمت بالدعم الاجتماعي. حتى واحد ما حلم بالدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي جابه جلاله الملك ونفذته هذه الحكومه وانتهى الكلام. فبالتالي انا لا اعتقد بان هذا الطريق اليوم غادي يوصل الى منصب المسؤوليه من جديد، كيف ما تنقولوا قديمه هذه، خاص الابتكار. راه منين تلاقينا في المؤتمر الاستثنائي في 2016 الاخوات والاخوه، كنا غير راضون على النتائج اللي حققناها، وكنا نشتغل ليل نهار، وانتوما كقيادات نسائيه محليه واقليميه وجهويه وطنيه ساهمتوا في النتائج ديال 21، ماشي احنا بوحدنا اللي جبناها، كنتم وراءنا ومعنا والى جانبنا. فبالتالي في 2016 ملي اشتغلنا جميعا ما قلناش العدو ديالنا فلان. السيد الرئيس في كل محطة كان يقول عدوي الفقر والهشاشة والتخلف. واشتغلنا لمدة 5 سنوات بناء على ايش؟ على اولا بناء المؤسسة الحزبية، درنا إعادة النظر في القراءة في الوثائق ديالنا من منظمة موازية واحدة هي جمعية الحمامة إلى 19 منظمة موازية اليوم تشتغل بكفاءة واقتدار. نعتز ونفتخر بهذا العمل هذا. ربما اليوم احنا في مرحلة مقبلة بحكم أننا دوزنا عامين ونصف الحكومة، يجب أن ننتبه للتنظيم السياسي ديالنا، وهذا يتطلب منا الجرأة لقراءته قراءة نقدية عميقة حتى يكون فيها بعض النقد لنا. احنا ما عندناش مشكل، لأن هذه المسؤولية، المؤسسة الحزبية هي مسؤولية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.